بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا ونحن بصدد القراءة في كتاب الجنائز من كتاب صحيح سنن الترمذي، توقفنا عند قول الإمام الترمذي رحمه الله باب التشديد عند الموت. باب التشديد عند الموت، يعني المقصود به التشديد في سكرات الموت، أن يشتد عليه الإنسان عند موته، يعني السكرات. ويعني ما من أحد إلا ويعاني سكرات الموت، سواء كان ذلك من الأنبياء أو المرسلين أو الصالحين أو غيرهم، يعاني من سكرات الموت. لكنها يعني سكرات الموت بالنسبة للمؤمن هي آخر ما يعانيه في الحياة الدنيا، لكنها بالنسبة للكافر هي بداية المعاناة، هي بداية المعاناة، لأنه إذا مات أخذته ملائكة العذاب، ثم بعد ذلك عذب في قبره ويظل يعذب في القبر إلى أن تقوم الساعة وغير ذلك، فهي بداية المعاناة. لكن بالنسبة للمؤمن فهي نهاية المعاناة، يعني نهاية ما يعانيه في الحياة الدنيا هي سكرات الموت. والكافر يعني تجتمع عليه سكرات الموت وحسرات الفوت أيضا، يعني يتحسر على عمره الذي ضيعه في الكفر بالله والشرك بالله سبحانه وتعالى، وأنه فاته الخير الكثير الذي كان يمكن أن يحصله. وأما المؤمن فهو يكون راض عن نفسه عندما يلقى ربه سبحانه وتعالى بما قدم من الأعمال الصالحة. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب التشديد عند الموت. عن ابن عمر عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيته، بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني ربما يرى بعض الناس أن موته يكون يسيرا أو لا يعاني عند سكرات الموت أو يموت فجأة أو غير ذلك من هذه الأشياء، فتقول عائشة: ما أغبط هذا. والغبطة هو أن تتمنى ما هو عليه، الغبطة هو أن تتمنى ما هو عليه. فهي تقول: ما أغبط أحدا يعني بهون موت، أو بهون موت يعني أن يكون موته هينا، بعد الذي رأيته من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عند موته دعا بإناء فيه ماء فوضع فيه يده، وكان يقول: آه إن للموت لسكرات. فقالت عائشة رضي الله عنها: وكرب أبتاه؟ قال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. ليس، فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أبتاه؟ قال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن آخر ما يعانيه المؤمن في الحياة الدنيا هي سكرات الموت، وهذه إما أن ترفع للإنسان الدرجات أو تحط عنه الخطايا والسيئات. فإذا كان في مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له ذنب ولا خطيئة، لأنه معصوم من ذلك من الصغائر ومن الكبائر فضلا عن الشرك، فإنه معصوم من ذلك كله عليه الصلاة والسلام.
ولذلك يكون ذلك رفع لدرجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبلا شك أن الله سبحانه وتعالى جعله يعني جعله خليله وجعل منزلته أعلى المنازل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. المؤمن يموت بعرق الجبين. وهذا الحديث فيه أن من علامات حسن الخاتمة أن يتعرق جبين المؤمن عند موته، أن يتعرق جبين المؤمن عند موته، يعني يجدون عرقا على جبينه عند موته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن يموت بعرق الجبين. وهذا يدل على حسن الخاتمة إذا مات بعرق الجبين على أنه مات على الإيمان. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو بالموت فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو أنصاري يعوده فقال: كيف تجدك؟ فقال: والله يا رسول الله بين الخوف والرجاء، أرجو رحمة الله وأخاف عذابه. هذا في رواية، وفي رواية الترمذي هنا يقول يعني: والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان يعني الخوف والرجاء، لا يجتمعان يعني الخوف والرجاء، يخاف من الله سبحانه وتعالى أن يعذبه على ما اقترف من الذنوب والآثام، هذا خوف من الله سبحانه وتعالى، وهو مع ذلك يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا الموطن يحتاج إلى شيء من تغليب الرجاء على الخوف، يعني صحيح أن يكون الخوف موجود لكن يحتاج إلى تغليب الرجاء، لأن تغليب الرجاء في هذه الساعة يدعو الإنسان إلى محبة لقاء الله عز وجل، فإذا أحب لقاء الله عز وجل أحب الله لقاءه، وإذا كره لقاء الله عز وجل كره الله لقاءه. فلذلك يحتاج هذا الموطن إلى تغليب الرجاء، لكن لا بد من وجود الخوف. فقال: لا يجتمعان يعني الخوف والرجاء في عبد في مثل هذه الساعة إلا أم أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. وفي الرواية الأخرى: لا يجتمعان في عبد في مثل هذه الساعة إلا دخل الجنة. يعني في الرواية الأخرى أن هذان يعني الرجاء والخوف لا يجتمعان في عبد في مثل هذه الساعة، يعني عند وفاته وعند خروج الروح، إلا دخل الجنة. وهنا: إلا أعطاه الله ما يرجو وما يأمل من الله سبحانه وتعالى من دخول الجنة، وأمنه مما يخاف يعني من النار ومن العقاب وكذا. فهذا الحديث فيه أن العبد ينبغي أن يجمع بين الخوف والرجاء على كل حال، يعني في كل أحواله ينبغي أن يجمع بين الخوف والرجاء، لا يغلب جانب الخوف، لأن جانب الخوف إذا غلب على الإنسان دعاه إلى اليأس وإلى القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن الرجاء إذا غلب على الإنسان في كل حال إنه يدعوه إلى التمني ويدعوه إلى التفريط وترك العبادة والاعتماد على بعض الطاعات وغير ذلك فيهلكه، يعني هذا يهلك بسبب هذا. فينبغي أن يكون خائفا من الله عز وجل راجيا له، وهو مع ذلك محبا لله سبحانه وتعالى، فيجمع في عبادته بين الحب والخوف والرجاء، فيعبد الله عز وجل محبة لذاته ولكونه المنعم الأول وصاحب كل نعمة هي بالإنسان، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وصاحب النعم في الآخرة سبحانه وتعالى. فإنه يعني كل ما بالإنسان من نعمة من الله، فهو ينبغي أن يعبد الله عز وجل محبة لذاته سبحانه وتعالى، ورجاء لما عنده من الثواب، وخوفا مما عنده من العقاب، وخوفا مما عنده من العقاب.
فبعض الناس غلبوا جانب الخوف، جانب الخوف هلكوا أيضا، كالحرورية الخوارج عندما غلبوا جانب الخوف كفروا بالمعصية وأخرجوا الإنسان من ملة بسبب المعصية وغير ذلك، وهو بسبب تغليب جانب الخوف. وأما الذين غلبوا جانب الرجاء من المرجئة فإنهم قالوا لا يضر مع الإيمان معصية، وجعلوا أن المعاصي لا تضر طالما أن الإنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإنه يفعل ما يشاء من المعاصي والذنوب ويترك الطاعات وغير ذلك، وأن هذا لا يضره، وإن هذا لا يضره تعلقا بالرجاء. فالإنسان ينبغي أن يكون راجيا للرحمة خائفا من الله سبحانه وتعالى. وإذا اجتمع في مثل هذه الساعة يعني الخوف والرجاء، أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف، أو كما في الرواية الأخرى دخل الجنة. باب ما جاء في كراهية النعي، ما جاء في كراهية النعي، وهو الصياح والنداء على الناس بأن فلان مات وكذا، هذا يسمى النعي، فهذا يكره يعني النعي. فعن حذيفة رضي الله عنه قال إذا مت فلا تؤذنوا بي أحدا، فإني أخاف أن يكون نعيا، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن النعي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. عن حذيفة رضي الله عنه، وحذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال إذا مت فلا تؤذنوا بي أحدا، يعني لا تخبروا بي أحدا، فإني أخاف أن يكون نعيا، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. والصحيح أن إخبار الناس بموت الميت لكي يحضروا ليغسلوا ويكفنوا ويحملوه ويصلون عليه ويدفنوا، هذا ليس نعيا، وإنما النعي هو الذي يكون على رؤوس المنائر، يعني على رؤوس المنائر المساجد يعني، أو يكون في الأسواق وغير ذلك، ينادى بالأصوات كما هو مكبرات الصوت الآن يسير وينادي على الميت، مع مصاحبة تزكية الميت، مع مصاحبة تزكية الميت وذكر عائلته وكذا، ها فيقولون مثلا توفي إلى رحمة الله فلان ابن فلان ابن عم فلان وابن أخ فلان وابن فلان وأم فلان وكذا، يريدون التباهي بعائلة الميت، وهذا ما لا ينفعه، وهذا لا ينفع الميت في شيء، هو مات سيحشر وحيدا ويحاسب وحيدا ويقف بين الله بين يدي الله عز وجل، لا ابن ولا والد ولا عم ولا خال ولا كذا، ويفتخرون في الجرائد بأنه اللواء فلان وابن اللواء فلان وابن فلان الفلاني والمرحوم فلان الفلاني وكذا، تفاخرا بعائلة الميت، وهذا مما لا يجوز، وهذا مما لا يجوز. فهذا هو النعي المنهي عنه، النعي الموجود في الجرائد هذا نعي منهي عنه، وهو أن يقول فلان ابن فلان وعم فلان وأخت فلان وكذا، واللي بيشتغل في كذا واللي بيشتغل في كذا، يقصدون التفاخر بذلك، يقصدون التفاخر بذلك. وأيضا إذا جاء في الأسواق وذكروا مناقب الميت وأخذوا يمدحون الميت، ويكون الميت هذا ربما شر خلق الله، يعني يكون ميت شر خلق الله، ثم يقفون يقولون هذا فلان فلاني صاحب المناقب وصاحب كذا وصاحب الـ 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 يعني الـ الـ الحلية وصاحب الطاعات وصاحب، ويمدحونه بالكذب، يمدحون بالكذب، وهذا من النعي المذموم أيضا، كما تجدون يعني عندما يموت رئيس ولا وزير ولا شيء من هذا، فإنه تكال المدائح لهذا أنه كان وكان وكان وكان، وهم كذابون أفاكون في ذلك، كان من شر خلق الله، كان من شر خلق الله، استراحت منه الدنيا واستراحت منه الأرض واستراحت البلاد واستراحت العباد بموته، ومع ذلك يذكرون مدائح فيه، هذا أيضا من النعي المنهي عنه لاشتماله على الكذب، لاشتماله على الكذب. فيكون النعي المنهي عنه أن يكون على رؤوس المنائر، يعني من فوق المساجد أو من داخل المساجد أيضا، إذا كان مشتملا على مدح أو مشتملا على ثناء أو مشتملا على عائلة الميت أو غير ذلك، فإنه لا يجوز هذا في المسجد، لكن يجوز في المسجد إخبار الناس أن فلان مات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات النجاشي أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بموته، وصف الناس وصلى عليه وكبر عليه أربعا،
وكبر عليه أربعا، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بموت النجاشي، فيجوز الإخبار أنه في المسجد يقال أنه فلان مات حتى يذهب الناس لتغسيله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه، فهذا مطلوب أن الناس تشارك في هذا الأمر. فهذا ليس من النعي، لكن النعي أن يكون على رؤوس المنابر وبالصياح كما في مكبرات الأصوات وكما في الأسواق وكما يكون فيه ذكر مناقب الميت أو عائلتي أو غير ذلك، فهذا هو النعي المنهي عنه، وليس إخبار الناس بموته هو من النعي، هو نعي لكنه غير منهي عنه، هو غير منهي عنه. قال أبو عيسى يعني الترمذي رحمه الله: وقد كره بعض أهل العلم النعي، والنعي عندهم أن ينادى في الناس بأن فلانا مات ليشهدوا جنازته. وقال بعض أهل العلم: لا بأس بأن يعلم الرجل قرابته وإخوانه. وروي عن إبراهيم أنه قال، إبراهيم يعني النخعي، أنه قال: لا بأس أن يعلم الرجل قرابته، أن يعلم الرجل قرابته بالميت، لأنه حتى الميت فيه واجبات تجاه الناس ناحية الميت من التغسيل والتكفين والصلاة عليه وحمله ودفنه، هذا واجب على المسلمين أن يشهدوا هذا. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب أن الصبر في الصدمة الأولى، أن الصبر في الصدمة الأولى يعني عند أول الصدمة، عندما تخبر بالمصيبة، عندما تحل عليك المصيبة في أولها يكون الصبر، لا عندما أنت يعني تستفرغ كل جهدك في لقم الخدود وشق الجيوب وحثي الرمال والتسويد وكذا، بعدين تجد أنه لا فائدة فتقول أنا صابر، هذا لا ينفع، إنما ينفع عند الصدمة الأولى، عندما تبتلى في أول الابتلاء الإنسان يحمد الله عز وجل، يقول الحمد لله يعني على المصيبة، وحمده لله سبحانه وتعالى على هذه المصيبة. قد يقول الإنسان: كيف يكون هذا الأمر، يعني إنسان يبتلى بمصيبة وأحمد الله؟ يحمد الله على كل حال، لأنه لا يعرف أين الخير وأين لي وأين الشر، إنسان لا يعرف أين الخير ولا يعرف أين الشر. ونحن وجدنا ذلك في قصة موسى مع الخضر عليه السلام، فإن موسى عليه السلام عندما كسر يعني لوحا من السفينة، عندما كسر الخضر لوحا من السفينة، قال موسى عليه السلام: أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. لكن لما وكل الناس عندما يجدون الخضر ينزع يعني خشبة من السفينة يفسدها، يفسد السفينة، كل الناس قد تعترض وتجعل أن هذه مصيبة حلت على أصحاب السفينة. لكن عندما يبرر الخضر في لموسى عليه السلام يقول: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. كان في ملك بيقاتل فعايز ياخد السفن، فبياخد السفن السليمة من الناس، وهؤلاء مساكين يعملون في البحر، مساكين يعملون في الايه؟ في البحر، ولو رآها سليمة أخذها منهم، فضاع رأس مالهم، لا يجدون ما يأكلون من ورائه، لا يجدون ما يأكلون من ورائه، تبقى السفينة معيبة ولا يأخذها الملك؟ لكن هذا أخذ الملك لها مستور عنا، اللي احنا شايفينه أن الخضر عاب السفينة، أن الخضر عاب السفينة، لكن كانت هناك مصيبة أكبر من هذا، ولذلك الإنسان عندما تحل به المصيبة يحمد الله أن لم تكن أكبر من هذا، أن المصيبة ما كانتش أكبر من هذا. فلو فقد ولد يقول الحمد لله الذي أخذ واحدا وأبقى لي ثلاثة، أبقى لي أربعة، ولو شاء الله لأخذهم كلهم، فيحمد الله أن المصيبة على هذا القدر، أن ربنا أخذ واحد وأبقى ثلاثة وأبقى أربعة وأبقى أربعة. وأيضا يحمد الله سبحانه وتعالى أن المصيبة لم تكن في ليه؟ في الدين، لأن المصيبة في الدين لا تعوض، المصيبة في الدين لا تعوض. أما في الحياة الدنيا فكله حطام وكله إلى زوال، اللي مات النهاردة ده، اللي مات النهاردة مات بأجله، ولو عاش حيموت، ولو عاش حيموت، كلها إيه؟ سنين. يعني التاني مات بعديه بعشر سنين، بعشرين سنة، بثلاثين سنة ومات، بعديه بأربعين سنة ومات، أخوه مات بعديه بخمسين سنة مات برضه، يعني حتى اللي حيعيش إلى زوال. لكن الإنسان المصيبة إذا أصابته في دينه أورثته خلودا في العذاب في الآخرة،
أورثته خلود في العذاب في الآخرة. فيحمد الله أولا أن المصيبة كانت على هذا القدر ولم تكن أكبر من ذلك، ويحمد الله أن المصيبة لم تكن في الإيه؟ في الدين. قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. فيحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. والحمد لأنه يعرف أن المصيبة هذه التي حلت هي أهون من غيرها مما كان ممكن أن يصاب به، كما ذكرنا في قصة الخضر، كما ذكرنا في قصة الخضر. حتى لما قتل الولد، لما قتل الولد كان يرجو أن إيه؟ أن كان أبواه كان مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. يعني هذا كان فاسد، وكان لو كبر على الكفر ده كان حيرهق والديه بكفره والإلحاح عليهم بالكفر، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. اللي حييجي حيبقى أفضل من هذا الولد، يخلف الله سبحانه وتعالى عليهم بالخير. فلذلك الإنسان ينبغي أن يحمد الله سبحانه وتعالى ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله يعني نحن كلنا ملك لله سبحانه وتعالى، ونحن إليه راجعون، ونحن إليه راجعون. ثم يسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلف عليه خيرا من هذه المصيبة، ثم يسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلف عليه خيرا من هذه المصيبة. والله سبحانه وتعالى أعطى الصابرين على المصائب ثلاثة يعني خصال، الواحدة منهن خير من الدنيا وما فيها: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالله سبحانه وتعالى ذكر يعني ثلاثة، الواحدة منهن خير من الدنيا وما فيها. وكان رجل قد مات ابنه كان اسمه عبد الله، فخرج على الناس داهن الرأس في أحسن الثياب، فقالوا: يموت عبد الله تخرج هكذا على الناس يعني داهن الرأس مسرح شعره ووضع الدهن الطيب في رأسه وفي أحسن الثياب؟ قال: أفأستكين لها وقد أبدلني الله بثلاث، الواحدة منهن خير من الدنيا وما فيها، الواحدة منهن خير من الدنيا وما فيها. ثم تلا قول الله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فأيضا عمر بن عبد العزيز لما مات ابنه ودفنه وقف على قبره فقال: والله يا بني لقد كنت مذ وهبك الله لي بك مسرورا، وما كنت أكثر سرورا إلا حين وريتك التراب. يعني بيقول أنا علشان ما يفهمش الناس إن هو صدق ما تخلص منه إنه كان ولد شرير ولا كذا، فيقول: والله لقد كنت مذ وهبك الله لي بك مسرورا، ولكني الآن أكثر سرورا حين وريتك التراب. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يخلف عليه بالخير، يخلف عليه إذا صبر أعطاه الله سبحانه وتعالى أعظم الجزاء. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب. أجر الصابرون إنما يكون، أجر الصابرين إنما يكون بغير حساب. يقول أنا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصبر في الصدمة الأولى، الصبر في الصدمة الأولى. وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصبر عند الصدمة الأولى. وقصة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على امرأة وهي تبكي على قبر لابنها، فقال: يا أمة الله اتق الله واصبري. فقالت: دعك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، وكانت لا تعرفه. فقيل لها: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتت بابه فلم تجد عنده بوابين، فقالت: يا رسول الله لم أكن أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يعني لا يولول الإنسان ويلطم ويعترض على قدر الله ويسب ويلعن وكذا، وبعدين لما ما يلاقيش فايدة يقول إن أنا صابر. لا، الصبر يكون من أول الصدمة، الصبر يكون من أول الصدمة. فعند أن يحمد الله ويسترجع
يحمد الله سبحانه وتعالى ويسترجع، فهذا يكون عند أول الصدمة. لكن إنسان عندما لا يجد حيلة ماذا يفعل هو بالولولة؟ يعني إذا ولول وصرخ وحث الرمال على رأسه ومزق ملابسه وغير ذلك ماذا يفعل؟ هل يغير من الأمر شيئا؟ لا يغير شيئا، لا يغير شيء، ما حدث حدث، ما حدث حدث. لكن إذا صبر فإن الأمر يكون عليه بجزيل الثواب، بجزيل الثواب من الله سبحانه وتعالى، ويخلف الله سبحانه وتعالى عليه خيرا مما أخذ منه. باب ما جاء في تقبيل الميت، باب ما جاء في تقبيل الميت، يعني بعد أن يموت هل يجوز تقبيله أم لا؟ الصحيح أنه يجوز أن يقبل الميت. فعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت وهو يبكي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عيناه تذرفان، يعني الدمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عثمان بن مضعون قبله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الباب عن ابن عباس وجابر وعائشة قالوا إن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ميت، فإن أبا بكر رضي الله عنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه فكشف وجهه وقبله بين عينيه، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم بين عينيه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، يعني هذا فيه جواز تقبيل الميت، أن الإنسان يدخل عليه فيكشف وجهه ويقبله، فهذا جائز، وهذا ثابت من النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن مضعون، وثابت من أبي بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. باب ما جاء في غسل الميت أو غسل الميت. عن أم عطية رضي الله عنها قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، واغسلنها بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوة فقال أشعرنها به، أشعرنها به. قال هشيم وفي حديث غير هؤلاء ولا أدري ولعل هشاما منهم قال وضفرنا شعرها ثلاثة قرون. قال هشيم أظنه قال فألقيناه خلفها. قال هشيم فحدثنا خالد من بين القوم عن حفصة ومحمد عن أم عطية قالت وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء. قال أبو عيسى حديث أم عطية حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وقد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال غسل الميت كالغسل من الجنابة. يعني هذا الحديث فيه لما ماتت زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية وكانت تغسل يعني الموتى من النساء، وكانت هي الخافضة التي كانت تختن، كانت خافضة يعني تختن النساء. فعن أم عطية رضي الله عنها قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم وهي زينب رضي الله عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها وترا، هذا فيه استحباب الغسل وترا، والوتر هو العدد الفردي سواء كان ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا، والواحد وتر، والواحد وتر، لكن يستحب أن يكون أقل الوتر ثلاثا في الغسل، أقل الوتر ثلاثا في الغسل. فقال اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا، ثلاثا أو خمسا، يعني إذا غسلنا الميت ثلاثا ثم وجدنا أنه يحتاج إلى أكثر من ذلك، يحتاج إلى أكثر من ذلك، يعني فيه بعض الأمور التي تحتاج إلى غسلات أخرى فنغسله خمسا، فإذا وجدنا أنه يحتاج إلى أيضا غسل مرات أخرى فنغسله سبعا، فنغسله سبعا، حتى نرى أن الميت قد يعني نقي مما عليه،
سواء كان من الدنس أو من النجاسة أو من الوسخ أو الدماء أو شيء من هذا، حتى نرى أنه يعني قد زال ما عليه من الأوساخ أو الأدران أو النجاسات أو الدماء أو شيء من هذا، حتى رأينا ذلك فيكون هذه الغسلات نتوقف عندها وأن تكون وترا. يعني إذا نقي بأربع نزيدها إليه إلى خمسة، إذا نقي بست نزيدها إلى سبع، نزيدها إلى سبع حتى ننتهي عند الوتر لاستحباب الوتر في الغسل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، إن رأيتن تحتاج إلى غسل أكثر من ذلك. واغسلنها بماء وسدر، واغسلنها بماء وسدر. السدر اللي هو ورق النبق، ورق النبق، والشجرة اسمها سدرة، شجرة النبق اسمها سدرة. فالمقصود بماء وسدر. واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، يبقى الغسلة الأخيرة نضع في الماء كافور أو شيء من كافور، لأن الكافور له فوائد، منها أنه نفاذ الرائحة، نفاذ الرائحة. فلو الميت بتنبعث منه رائحة كريهة، أحيانا يكون ميت مات يومين ثلاثة أو شيء من هذا، أو مات غريق في البحر وطلع بعد كذا يوم، فيكون فيه بعض الروائح، فهذا رائحة الكافور تغلب على أي رائحة، تغلب على أي رائحة. لو واحد حاطط فيكس في المسجد، ممكن المسجد كله بقى مش قادر يقف في المسجد، لأن الفيكس ده مكون من العنصر الأساسي فيه الكافور، العنصر الأساسي في الفيكس اللي هو بتاخد عشان البرد ده أو بتدعم بالجسم، العنصر الأساسي في الكافور، في الكافور شديد جدا، شديد جدا رائحته نفاذة، وبالتالي تغلب على أي رائحة كريهة ممكن تصدر من الميت. الأمر الثاني أنه الحشرات لا تطيق رائحة الكافور، وبالتالي الحشرات ما تجتمع على جسد الميت، يعني حتى يحمل ونحمله ونسير به، فنجنبه الحشرات، نجنبه الحشرات، وفي نفس الوقت تغلب على أي رائحة كريهة ممكن تصدر من الميت. فقال واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فآذنني يعني إذا فرغتن من ذلك أخبروني حتى آتي. فلما فرغنا آذناه، فلما فرغنا آذناه أخبرناه، فألقى إلينا حقوة، فألقى إلينا حقوة يعني شيء من ملابسه صلى الله عليه وسلم، شيء من ملابسه، فقال أشعرنها به، أشعرنها به. فأعطاهم يعني رداءه مثلا لكي تلف به، وقال أشعرنها يعني خلوه الثوب الأول على بدنها، فالإشعار هو ما يكون على شعر الإيه؟ على شعر الجسم، الإشعار هو ما يكون على شعر الجسم. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار شعار والناس دثار، والناس دثار، والفوق الشعار بيبقى الدثار يعني الغطاء، لكن أول ثوب بتلبسه على جسمك يسمى إيه؟ شعار، لأنه يمس شعر البدن. فقال أشعرناها إياه يعني خلوه أول ثوب على جسمها، تتبرك بثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا فيه بركة بلا شك لها، وهو من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال أشعرناها إياه. وفي رواية وضفرنا شعرها ثلاثة قرون، يضفر الشعر ثلاثة قرون ويلقى خلفها. ويقول وفيه أيضا في رواية ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء، فيكون في الغسل يبدأ بميامن الميت ومواضع الوضوء. أولا في الغسل، أولا في غسل الميت يطرح الميت على الطاولة التي سيغسل عليها ويغطى الميت بحيث لا تنكشف عورته، لا تنكشف عورته. ثم بعد ذلك نبدأ بغسل العورة، بغسل العورة كبداية الاستنجاء مثلا بالنسبة للحي.
فيلف المغسل يلف خرقة على يديه، خرقة سميكة على يديه، بحيث إن يده لا إذا لمست العورة ما يشعر بها، ما يشعرش بالإيه بالعورة في جلده. ثم يصب الماء من فوق الثوب، يصب الماء من فوق الثوب، يعني إحنا لو غطينا الميت بملاية هنغطيه كامل بملاية كده، وبعدين نصب الماء من فوق الثوب، فالثوب هذا لا يمنع نزول الماء. ثم يدخل يده من تحت الثوب ويغسل فرجه، ويغسل فرجه من الأمام ومن الخلف حتى يرى أنه قد أنقى هذا الموضع، يعني الموضع ده قد طهر، ويغسله بالصابون وبغيره حتى يعني يزيل ما عليه من الأوساخ والأدران وغير ذلك. بعض الناس يرى أنه يضم قدمه أو يرفعه قليلا، بحيث إذا كان في يعني أشياء قريبة من الخروج تخرج حتى لا تخرج في الكفن، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، لكن هو ليس بلازم، يعني هو ما ليس بلازم، لكن أنه يرفع جسمه قليلا كده ويضم رجليه بحيث لو كان في شيء قريب من الخروج يخرج حتى لا يخرج بعد ذلك في الكفن عند اهتزازه وشيء من هذا، ثم يغسل هذا الموضع اللي هو موضع العورة سواء من الأمام أو من الخلف تحت الساتر هذا، تحت الايه؟ تحت الساتر هذا. ثم بعد ذلك نوضئه، يعني نغسل مواطن الوضوء، يتوضأ كما يتوضأ الحي، يتوضأ كما يتوضأ الحي. ثم بعد ذلك يصب على رأسه الماء، يصب على رأسه الماء، ونبدأ بغسل الشق الأيمن ثم الأيسر، ثم يقلب الميت، ونحافظ على ستره أيضا، نحافظ على ستر الميت بهذا الملاءة أو شيء من هذا التي فوقه، ونحافظ على ستره بها، نقلبه ثم نغسل ظهره أيضا الجزء الأيمن ثم الأيسر، وتكون هذه مرة، ثم نكرر المرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا على ما نرى أن الميت يعني قد طهر وزال عنه النجاسات وزال عنه الخبث. ثم بعد ذلك يرجل رأسه، يعني يسرح شعره، إذا كان رجل فيفرق له من منتصف الرأس على الجانبين شعره، وإذا كانت امرأة تدفر ثلاث الدفائر وتطرح خلفها، وتطرح الدفائر خلفها. هذا في غسل الميت، هذا في غسل الميت سيكون فيه مرات بالصابون أو شيء هذا للنظافة، لا بأس، لا بأس بذلك، ثم نجعل في المرة الأخيرة كافورا أو شيء من كافور. ممكن يتحط بدل الكافور عطر إذا كان للرجال، يوضع عطر بالنسبة للرجال، ولكن الكافور هو أقوى، الكافور أقوى من ذلك، ونجعل العطر للكفن، نجعل العطور للكفن، ولكن يوضع في ماء الغسل الكافور لأنه أقوى، ولأنه يبعد يعني الحشرات، وكذلك يعني ينفي الروائح الكريهة بحيث لا تشم أي رائحة كريهة من الميت. الكفن كان يبخر، كان قديما يبخر، يعني يعملوا البخور بعدين يحطوا الكفن عليه بحيث يتخلخل البخور في داخل الكفن فيطيبه. ممكن الكفن كله يعطر إذا كان للرجال. وقال مالك بن أنس: ليس لغسل الميت عندنا حد مؤقت، يعني ملوش حد ثلاثة ولا خمسة ولا سبعة، وليس لذلك صفة معلومة، ولكن يطهر، ولكن يطهر. هو زي غسل الميت، يعني احنا لو افترضنا في ميت ما نقدرش نمس جسده، طالع من البحر بعد ثلاثة أربعة أيام أسبوع هو مستوي، يعني لو حطيت تدلك جلده كده يطلع جلده في إيدك، ها ده هنحطه تحت الحنفية بخرطوم ونسيب عليه المية ونفضل لغاية ما نظن انه ايه انه طهر، بحيث انه احنا لو جينا ناحيته او محروق مثلا او واحد محروق، فانت لو مديت ايدك عليه هتبهدل الجثة كلها. ففي هذه الحالة هو بس ايه يطهر بالماء، يرش بالماء، يرش بالماء بحيث ان احنا ما نجيبش ايدينا عنده، ونرى ان الاوساخ والادران قد زالت عنه، قد زالت عنه. مثل غسل الحي، يعني
المطلوب في الغسل إيه؟ في غسل الحي النية وتعميم الجسد بالماء. يعني لو واحد نوى الوضوء وقف تحت الدش يغرق نفسه كله بالماء يبقى اغتسل، إنما الوضوء والبداء بالرأس ثم بالشق الأيمن ثم بالأيسر هذه سنة، سنة علشان تبقى أنت منتبه لما تيجي تعمل عبادة، تبقى راجل حاضر الذهن منتبه تعمل إيه الأول وإيه التاني وإيه التالت، ما تبقاش إيه أنت يعني ساهي ولاهي. وأثناء العبادة تستحضر أنها عبادة، لما تيجي تغتسل من الجنابة تبقى مستحضر أنها عبادة، وأنك تبدأ بإيه وتنتهي بإيه وتعمل إيه وكده، يبقى في تركيز في تركيز. زي ما احنا في الصلاة ليه نقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في الصلاة في السجود، ونفرق بين دي وبين دي، ونقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد في الوقوف مثلا إذا وقفنا، ونقول اللهم اغفر لي إذا جلسنا، ليه متنوعة؟ ما هو كلها زي بعضيها، كلها ذكر. يعني يقول سبحان الله زي يقول الحمد لله، زي يقول الله أكبر، زي يقول لا إله إلا الله، مش كده؟ ده ذكر وده ذكر، عشان يبقى المصلي منتبه. ما لو حاجة واحدة مش هيفرق لا ركوع ولا سجود ولا عارف هو راكع ولا ساجد ولا قايم ولا نازل ولا طالع، لكن لما بيحبس بيبقى فيه أشياء مختلفة، بيبقى المصلي مركز يقول إيه هنا ويقول إيه لما يقوم ويقول إيه لما يقعد ويقوم إيه لما يسجد. يبقى الشرع عايزه يبقى منتبه، يبقى حاضر الذهن، يبقى معانا. يعني ايه يبقى معانا في لما يخش الصلاه كده؟ يبقى معانا حاضر يقول ايه ويعيد ايه في الصلاه. لكن لو هي ذكر واحد بيقوله مش هيحس لا بركوع ولا بسجود ولا بقيام ولا ايه، ولا دي الركعه الاولى ودي الركعه في تشهد اول والتشهد الثاني، وده برضو بيعمل حركه مع الانسان، بحيث يبقى لازم يكون حاضر الذهن، حاضر الذهن اثناء الايه العباده. لكن لو ان واحد نوى وغطس في البحر وطلع يبقى اغتسل من الجنابة، لأنه عمم جسده بالإيه؟ بالماء، لأنه الغرض هو تعميم الجسد بالإيه؟ بالماء. ولكن وهذا في الميت أيضا، لو احنا عممناه بالماء نوينا غسله وعممناه بالماء خلاص طهر، خلاص إيه؟ خلاص طهر. لكن هذا أيضا لاستشعار العبادة، إن احنا بنتعبد لله سبحانه وتعالى، فبنعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا، والعبادة دي فيها بركة، لأن كل خطوة بتعملها بتاخد عليها إيه؟ أجر. فأنت لما بتعمل 10 خطوات تاخد 10 أجور، أما بتعملها خطوة واحدة بتاخد أجر واحد، تاخد أجر إيه؟ بتاخد أجر واحد. لكن لما تبقى 10 خطوات تبقى فيها 10 أجور. قال الشافعي رحمه الله: إنما قال مالك قولا مجملا، يغسل وينقى، وإذا أنقى الميت بماء قراح أو ماء غيره أجزأ ذلك من غسله، ولكن أحب إلي أن يغسل 3 فصاعدا لا ينقص عن 3، لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلنها 3 أو 5، وإن أنقوا أقل من 3 مرات أجزأ. ولا يرى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو على معنى الإنقاء 3 أو 5 ولم يؤقت. وكذلك قال الفقهاء وهم أعلم بمعاني الحديث، وقال أحمد وإسحاق: وتكون الغسلات بماء وسدر، ويكون في الآخرة شيء من الكافور، ويكون في الآخرة شيء من الكافور. نحن نقول أيضا أن هو طالما طهر ميت خلاص، يعني ما نحتاج إلى حتى التوقف على الوتر. التوقف على الوتر هذا مستحب، زي الايه؟ زي الاستنجاء. الاستنجاء أيضا وتر، ويستحب الوقوف على وتر. فإذا أنقى ب3 أحجار انتهى، فإذا أنقى ب4 زاد الخامسة استحبابا وليس وجوبا، وليس وجوبا. لكن الكلام في هل إذا أنقى بأقل من 3، إذا أنقى بأقل من 3 فهل يطهر الميت؟ يطهر الميت، لكن يستحب أن تكون 3، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلناها 3، اغسلناها 3. لكن الغرض من الغسل هو الإنقاء، وإذا حدث الإنقاء، إذا حدث الإنقاء فإنه يحدث به الطهر، يحدث به الطهر، بعكس الاستنجاء. النبي صلى الله عليه وسلم حدد 3 ولم يبح أقل منها، ولم يبح الأقل منها، وذلك لا يجوز الاستنجاء بأقل من 3 أحجار. نعم، الغسل يلزم الماء الطهور، الكفور والسدر
لا، السدر لا يغير، السدر لا يغير الطهور. الكافور أيضا لا يغيره، لأنه لكي يغيره من طهور إلى طاهر هذا يحتاج إلى إلزام إضافته إليه، بحيث أن يصبح الماء اللي عندنا ده ماء كافور، ماء كافور. وهذا ليس يعني إحنا لو جبنا صفيحة ماء حطينا فيها ماء ورد، هنحط أنبول ماء ورد مثلا فيه، فهذا لا يلزم إضافته، ما بيصبحش الماء كله ماء ورد، هو رائحته رائحة الإيه؟ الورد، هو جعل له رائحة الورد وغلب الرائحة عليه، لكنه لم يصبح ماء ورد. لابد أن يلزم إضافته إليه بحيث أن يصبح ماء صابون أو ماء ورس أو ماء زعفران أو ماء ورد أو غير ذلك من الأمور، يلزم إضافته إليه حيث يبقى مضاف إلى الماء. يعني ما يقدرش تقول إن دي مية، لازم تقول ماء ورد، وهذا ليس بماء ورد، ليس بماء. نعم، المسح على فمه، مسح على فمه من الخارج وأنفه من الخارج. لا، هو في غسلات ما فيهاش الكافور طبعا، لان الكافور في اخر غسل، واحنا بنستخدم الصابون ممكن في الغسلات الاولى، لكن في غسلات بماء وهذه تجزئ، غسلات بماء فقط وهذه تجزئ، لكن لابد من ازاله الاول، ازاله الروائح الكريهه التي تكون على بدنه بالماء والصابون، ثم بعد ذلك تكون غسلات الميت بماء وسدر. والسدر لا يلزم إضافته إليه، لأن ده عبارة عن ورق بيتحط في المية، ما يصبحش ماء سدر، لا يصبح ماء سدر، فيغسله به ثم يجعل في الآخرة كافورا، وهذا لا يلزم إضافته إليه. ولو ألزم إضافته إليه فأجزأه المرات الأولى التي غسل فيها بماء وسدر. لا، لابد انه يصل الى البدن ويكون ماء فقط، لانه اذا اختلط بالصابون هيبقى ماء صابون، هيبقى غسول. تزيل هذا من على البدن اولا، تزيله من على البدن وبعدين تغسل. نعم. قال الامام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في المسك للميت. باب ما جاء في المسك للميت، أي بوضع المسك للميت. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن المسك فقال: هو أطيب طيبكم، هو أطيب طيبكم. قال أبو عيسى: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق، وقد كره بعض أهل العلم المسك للميت. يعني ليس فيه ما يدل على الكراهة، المسك للميت وللحي، يعني كما يتطيب به الحي يتطيب به الميت، ممكن يوضع في بدن الميت وممكن يوضع في كفنه. باب ما جاء في الغسل من غسل الميت، يعني باب ما جاء في أن من غسل الميت يغتسل، أن من غسل الميت يغتسل، وهذا على الاستحباب وليس على الوجوب، يعني أنه يغتسل إذا غسل الميت يغتسل استحبابا وليس وجوبا، يعني لا يجب عليه أن يغتسل، فلو لم يغتسل لا شيء عليه، لا شيء عليه. فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسله الغسل، من غسله الغسل، يعني من غسل الميت الغسل، ومن حمله الوضوء، ومن حمله الوضوء يعني الميت. وفي رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، وهذا على الاستحباب وليس على الوجوب. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن، وقد روي عن أبي هريرة موقوفا، وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت. فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا غسل ميتا فعليه الغسل، وقال بعضهم عليه الوضوء، وقال مالك بن أنس: استحب الغسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجبا، وهكذا قال الشافعي. وقال أحمد: من غسل ميتا أرجو ألا يجب عليه الغسل، وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه. وقال إسحاق: لا بد من الوضوء. وقد روي عن عبد الله بن مبارك أنه قال: لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت، وهذا هو الصحيح، يعني لا يجب عليه،
لكن يستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل، ومن حمله أن يتوضأ، ولكن هذا ليس على الوجوب وإنما هو على الاستحباب. لو لم يفعل ليس عليه شيء، لو لم يفعل ليس عليه شيء. باب ما جاء فيما يستحب من الأكفان، باب ما جاء فيما يستحب من الأكفان. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البسوا من ثيابكم البياض، البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. وكان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الأبيض، كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم البياض يعني الأبيض، هذه كانت أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال: البسوا من ثيابكم البياض يعني الأبيض، فإنها من خير ثيابكم، إنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وكفنوا فيها موتاكم. يستحب أن يكون الكفن أبيض، يستحب أن يكون الكفن أبيض، لكن لو كفنوه في أزرق ولا أخضر ولا شيء من هذا لا بأس، ليس فيه ليس فيه شيء، لكن يستحب أن يكون أبيضا. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والذي يستحبه أهل العلم. وقال ابن المبارك: أحب إلي أن يكفن في ثيابه التي كان يصلي فيها، أحب إلي أن يكفن في ثيابه التي كان يصلي فيها. وقال أحمد وإسحاق: أحب الثياب إلينا أن يكفن فيها البياض، ويستحب حسن الكفن، ويستحب حسن الكفن. يعني هو يقول يستحب أن يكفن في الثياب التي كان يصلي فيها، لأنه تشهد عليه، تشهد عليه، يعني الأمور التي كانت متعلقة به في الدنيا هي تشهد عليه في الآخرة، فإذا كان يصلي فيها شهدت عليه بأنه كان يصلي. وأحب الثياب إلينا أن يكفن فيها البياض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكفنوا فيها موتاكم. ويستحب حسن الكفن، أن يكون الكفن حسنا، أن يكون الكفن حسنا، وليس حسنا معنى أن يكون جديدا، لكن يكون نظيفا، لكن يكون نظيفا. لأن أبا بكر رضي الله عنه أتوا إليه بثياب جديدة لكي يكفن فيها، وهو قبل موته رضي الله عنه، فقال: إنما الجديد للأحياء، إنما الجديد للأحياء. ما يحتاج الميت ثياب جديدة، لكن يستحب أن تكون حسنة من ناحية أنها تكون يعني ثياب نظيفة، أنها تكون ثياب نظيفة. وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه، إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. وإحسان الكفن هنا هو من ناحية أن يكون الكفن سابغ، ويكون ساتر للبدن، ويكون نظيف، ويكون البدن نظيف. فإذا كانت الثلاث هذه موجودة في الكفن فهو كفن حسن، فهو كفن حسن. إذا يعني اختاروا له هذه الأشياء يكون كفنا حسنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كفن في ثلاثة أثواب بيض، كفن في ثلاثة أثواب بيض فيها ثوب حبرة، فيها ثوب حبرة، والثوب الحبرة هو أبيض مخطط بخطوط سود، فيه خطوط سوداء، فهذا هو الثوب اللي كان في الآخر في النهاية. لكن الثياب كلها بيض إلا الثوب الأخير اللي هو الظاهر كان ثوب حبرة، وهو ثوب أبيض مخطط بخطوط سود، خطوط رفيعة سوداء، هذه الخطوط السوداء اللي كان يسمى ثوب حبرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وقال ابن المبارك: قال سلام بن وطيع في قوله: وليحسن أحدكم كفن أخيه، قال: هو الصفا وليس بالمرتفع، وليس بالمرتفع. يعني الكفن يكون نظيف، وليس أن يكون غالي الثمن، وأن يكون من الثياب المرتفعة الثمن، لأن هذا تأكله الأرض.
باب كم؟ نعم لا بأس لا بأس لا بأس يكمل الكفن به لا بأس. باب كم كفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 3 أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة، ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني ليس من السنة أن نضع له عمامة ونضع له قميص يعني للميت، وإنما يلف في 3 أثواب بيض يلف فيها لفا، يلف يعني تفرد الأثواب 3 ويوضع الميت وتلف الأثواب لف، ثم يربط من عند البطن ويربط من عند الرأس ومن عند الرجلين وانتهى الأمر، يعني يلف في 3 لفا كذا في 3 أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، والمرأة لا درع ولا خمار، تلف في 3 أثواب كالرجل وليست 5 أثواب كما درج عليه الناس، وليس فيها لا قميص أيضا ولا درع ولا خمار بالنسبة للمرأة، وإنما تلف في 3 أثواب بيض كالرجل، تلف في 3 أثواب بيض كالرجل وتلف لفا، يعني تلف لف في الأثواب والرجل يلف لف في الإيه في الأثواب. لا هو لو أتى بها صفيقة ما يحتاج إلى 5، لو كانت سميكة ما يحتاج إلى 5، يعني إحنا بنشتري الأثواب للكفن اللي هي الملايات قبل تلوينها، وماشي الملايات قبل إيه السميكة دي قبل ما تتلون ما تاخد الألوان بتاعتها، وبتبقى مقاساتها كبيرة ويتلف فيها الميت لف تمام، يعني هو خدت 3 أثواب يلف الميت فيها 3 أثواب ويلف لف وتكون كافية لكفنه. هذا جائز ليس فيه شيء، لكن هو فيه إسراف وضياع للمال، يعني أنت ترميه، يعني أنت بترمي هذا ما يحتاج إليه الميت، يعني الميت ما يحتاج إليه في شيء، إحنا بنلف الميت في الكفن عشان نستره، حدثت السترة ما تضعه زيادة أنت كأنك ترميه، كأنك تلقيه، ما يستفيد منه الميت لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا أنت تستفيد منه في الدنيا لأنك إذا وضعت 5 أثواب أجرت على 3، هتأخذ أجر على كام؟ على 3، تأخذ أجر على السنة، الزيادة ده أنت لا تؤجر عليه، الزيادة لا تؤجر عليه، وإن تعمدت ذلك بمخالفة السنة تأثم، والميت لا يستفيد من 5 ولا من 4. إيه؟ الربط ماله؟ لا ممكن ممكن يربط أكثر من 3 أربطة أو 5، يربط حسب ما يحتاج، إذا كان ميت مثلا سمين وكذا ممكن يتفكك الرباط أو شيء من هذا، ممكن يربط أكثر من 3. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 3 أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة. قال فذكروا لعائشة قولهم في 2 ثوبين وبرد حبرة، فقالت قد أوتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه. وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن حمزة بن عبد المطلب في نمرة في 1 ثوب، في نمرة في 1 ثوب، أنه كان شهيد حمزة رضي الله عنه ويكفن في ثيابه التي مات فيها، فكفن فيها ودفن لكونه شهيد. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد روي في كفن النبي صلى الله عليه وسلم روايات مختلفة، وحديث عائشة أصح الأحاديث التي رويت في كفن النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقال سفيان الثوري يكفن الرجل في 3 أثواب، إن شئت في قميص ولفافتين، وإن شئت في 3 لفائف، ويجزئ 1 ثوب إن لم يجدوا 2، والثوبان يجزيان، والثلاثة لمن وجدوا أحب إليهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقالوا تكفن المرأة في 5 أثواب، يعني هذا كلام أهل العلم، وهذا ليس عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة،
لكن المرأة كالرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول النساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال. والمرأة تشبه الرجل في كل الأحكام إلا ما ورد التخصيص، فلا بد من النص على التخصيص بالحديث أو بالآية، أن يكون جاء القرآن بتخصيصها بحكم يختلف عن الإيه؟ عن الرجل، أو بحديث ينص على أن المرأة تختلف عن الرجل. إذا لم تختلف المرأة بنص فالنساء شقائق الرجال. وأقول قولي هذا واستغفر الله.